أكتب. فهذا النص فصل خطابي، تأكيده صرخات جيل شبابي. سجل، فهذا النص فصل خطابي، توكيده صرخات جيل شبابي. واهتف بساحات العراق بأننا أصحاب حق مؤذن بعبابي. فحقوقنا نص إلهي بما نطقت به آيات خير كتابي. قرآننا يقضي القصاص بمن طغى من كل وغد غادر مرتابي. همي وهمك يا ابن أمي واحد، وحساب ما يؤذيك صنو حسابي. أصدح بحق طال وقت سلابه، سيعود حقي بعد طول سلابي. أغضب فإني قد كتبت قصيدتي بهتاف من صرخوا بغير حجابي. بغداد ساحتهم ومركز فعلهم، بحدائهم من بصرة السياب. الناصرية حين تهزج لن ترى فعلا يناوئها بلا أنسابي. هذه المثنى أبكرت بطلوعها إشراقة ملء الهوى المنساب. والقادسية حطمت بشبابها ما يوصد الخوار من أبوابه. الكوت تصدح والحقوق فريضة، واستدعت التأريخ بالأحقاب. يا أيها المظلوم ما لك ساكت، أو ما ترى الطغيان في الأحزاب؟ أو تقبلون العذر منهم؟ إنهم عاثوا الفساد وحان وقت عقابي. ثوروا على هذه الشراذم، إنكم أبناء شعب ليس فيه محابي. قوموا فأنتم قاطعون بعزمكم ما تنتج الأحزاب من إرهابي. لسنا نقول إذا تضاعف جرمهم هو واقع نرضى بلا استتباب. إيران تحلم أن تغوص بلادنا في لجة الأحزاب والأسلاب. جمعوا اللصوص لقتلنا، لكننا كالزرع ننبت حكمة بإياب. تلك العصابات التي فتكت بنا بالطائفية أوغلت بمصابي. سرقوا العراق وحطموا أركانه، كانوا جميعا عند كل خراب. ما همهم زرع ولا ركز ولا تعمير ركن، وعدهم كسراب. وثقافة التمزيق تلك تجارة، وقوامها التخوين عبر سباب. آن الأوان لوثبة عربية، أنعم بها لعراقنا الوثاب. يا أيها الشعب العظيم تحية لك في سماء المجد، لك في سماء خير قباب.